ومن مسقط مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الدكتور عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس. أهلا بك دكتور. بداية، زلزال بقوة 7 درجات في مناطق جبلية البعض منها مكتظ، تتوسع نتائجه أو آثاره إلى أكثر من 6 أقاليم، فما هي نتيجة مثل هذه القوة ل7 درجات لزلزال يضرب مثل هذه المنطقة؟ طبعا الزلزال قوي بكل المقاييس، يصنف زلزال قوي وضحل العمق وفي منطقة جبلية ومنطقة صخرية صلبة، فالطاقة تسير في داخل الأرض إلى مناطق بعيدة جدا، فيكون تأثيره واسع إلى حد كبير. الزلزال طبعا مصنف من الزلازل القوية الضحلة العمق، أيضا الزلازل داخل الصفائح وداخل الصفيحة الأفريقية وليس على أطرافها، يعني يبعد بحدود 500 كيلومتر عن حد الصفيحة بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوروبية والذروة الآسيوية. فبما أنه قوي جدا والمناطق الجبلية عادة الزلازل تتجمع القوى في قمم الجبال، فتكون ما يسمى بتجميع القوى في الجبال وتبديدها في الوديان، فيكون له تأثير ربما يكون بعيد جدا على المناطق متناثرة، ممكن تكون بسبب تأثير الطبوغرافيا أو بتأثير التربة الرخوة أو المواد التي بنيت عليها المنشآت. يعني نتوقع أن في كثير من المناطق في هذا الزلزال في قرى متناثرة وصعب الوصول إليها في جبال الأطلس، هناك طرق وعرة وقرى متناثرة، وأعتقد أنه بسبب الصخور التي فقط تسد أو تمنع وصول الفرق التقييم والإنقاذ إلى هذه القرى، وممكن تزداد الحصيلة مع الزمن إلى أن يتم حصرها أو وصول الجهات المختصة إلى كافة المناطق في جبال الأطلس. المنطقة التي شهدت الزلزال هل تصنف بأنها منطقة معرضة للزلازل أو ضمن حزام الزلازل؟ نعم، هي منطقة جبال الأطلس ومنطقة جبلية وهي منطقة زلزالية، طبعا حدث عليها زلازل سابقا، الزلازل اللي حدث سابقا يعني بقوة 5 درجات و5.5، زلزال أغادير اللي حدث يعني على نفس الخط اللي دمر وكان ضحايا 15,000 في مدينة أغادير على الساحل المحيط الأطلسي، يعني على نفس الخط الزلزالي، وهي المنطقة منطقة زلزالية. بما أنه حدث عليها زلازل سابقا نعتبرها منطقة زلزالية ومنطقة ممتدة من المحيط الأطلسي تعبر كافة المملكة المغربية إلى دولة الجزائر. فالخط خط جبال الأطلس معروف تاريخيا في زلازل، ربما زلازل ما هي شائعة بشكل كبير في بعض مثل بالقرب منها جبال زاغروس، لكن تحدث عليها الزلازل وبما أنه حدث سابقا تحدث الآن وتحدث مستقبلا. نعم دكتور، فيما يتعلق بالهزات الارتدادية التي تأتي أحيانا نتيجة لمثل هذا الزلزال الذي يأتي ب7 درجات، فهل هناك رصد لهزات ارتدادية وهل هناك أيضا توقع لأن تستمر هذه الهزات الارتدادية؟ نعم، هو عادة بعد كل زلزال كبير مثل من هذا النوع تحدث هزات يسمها توابع الزلزال أو هزات لغة الإعلام هزات ارتدادية تسمى توابع، يعني خلال الساعات الأولى يعني عادة تحدث زلزال أقل بدرجة من الزلزال الرئيسي، ممكن يكون تدميره أعلى لأنه كثير من الأمية التي خضعت للزلزال الرئيسي أصبحت متعبة، والزلزال اللي بعده بأقل بقوة درجة واحدة ممكن يكون مؤثر أكبر، لكن الزلازل التابعة والارتدادية تستمر لفترة زمنية حتى تعود الضغوط المتجمعة على سطح الصدع إلى ما كانت عليه قبل الزلزال، فأحيانا حسب قوة الزلزال ربما تستمر أسابيع إلى شهور إلى أحيانا تصل إلى مدة سنة كاملة حتى تتكسب جميع النتوءات الصخرية على سطح الصدع. نعم الدكتور عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك.